كيلو سمك فليه او يعني كميه السمك المتاحه او اللي عايزه اعملها على عدد الافراد بتاعتي. فاحنا النهارده مستخدمين كيلو من السمك، بصلتين متقطعين مكعبات، 2 فلفل الوان برضو متقطعين مكعبات، وطماطم شيري. تمام، هي فين الطماطم الشيري؟ طيب التتبيله بقى دي كده الخضار اللي معانا. التتبيله هيكون او هتكون عباره عن معلقه صغيره من الثوم المفروم، ويا ريت ندقه عشان يبقى ناعم جدا، يبقى عامل زي المعجون كده. معلقتين كبار من عصير الليمون، وكمان معلقتين كبار من زيت الزيتون، معلقه كبيره من العسل الابيض، ومعلقتين كبار من المستردة. ومستردة مع السمك في التتبيله بتدي له طعم حلو قوي، وبرده مع الفراخ. معلقه صغيره من الزعتر المجفف، معلقه صغيره كركم، ومعلقه صغيره من الكمون والملح والفلفل الاسود. دي كده مقادير وصفتنا النهارده. فتعالوا بينا كده يلا ايه نبتدي نجهز التتبيله مع بعض. الميزه في السمك بقى ان هو ما بيحتاجش اتبله من قبلها بليله ولا الكلام ده كله، السمك بيتبل ونشتغل فيه على طول لانه انسكته كده ايه ناعمه جدا وبتستقبل على طول التتبيله. وتمام، ده غير انه كمان ما بياخدش وقت في التسويه، فانت كده كده مش هتاخدي وقت كبير في عمل الغداء. طيب يلا بينا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد مكونات التتبيله كلها. عندي هنا زيت زيتون، عصير ليمون، شويه من الزعتر، نحاول نفركه كده واحنا بنضيفه، الكركم، كمون بسيط، عندنا بقى الثوم. وزي ما قلت لك يفضل ان الثوم يكون مدقوق بالهون علشان يبقى معجون تماما كده، بيوريه خالص بحيث ان هو يعني يمسك كده على قطع السمك. حط معلقتين مستردة، حط كمان معلقة عسل، وعندي طبعا ملح وفلفل، ملح على قد بقى كمية السمك اللي انا هحطها، رشة فلفل اسود. طبعا بحب شطة احط شطة، ما بحب الشطة خلاص. هبتدي اقلب التتبيلة دي مع بعض كويس جدا. لو ما بحب الشطة ممكن نحط بابريكا برضو، هتدينا كده طعم الفلفل الحلو، هتبقى لذيذة برضو. كده التتبيلة بتاعتنا جاهزة، قلبناها كويس مع بعض علشان الملح يدوب. تمام، وكل المكونات تتداخل كده مع بعض زي الفل. يلا بينا بقى السمك بتاعنا غسلينه، طبعا غسلينه كويس وعصرين كده عليه ليمون. تمام، والدنيا زي الفل. وحطيته في مصفى بقى علشان يصفي اي ميه موجوده فيه، وبعدين انشفه بمناديل المطبخ علشان تبقى قطعه السمكه ناشفه بالشكل ده، ما فيهاش اي سوائل خالص. ده ليه؟ ده علشان لما انزلها في التتبيله، التتبيله ما ينزلش فيها سوائل فتخف، قوام التتبيله نفسه يخف. دي حاجه، ولما طبعا القوام يخف فبالتالي مش هيثبت كويس على قطعه السمك، وبالتالي الطعم بتاع التتبيله هيقل خالص. علشان نستفيد بقى من التتبيله اللي احنا عاملينها دي اكتر استفاده، فلازم قطعه السمك او قطع السمك تكون ناشفه تماما. من الافضل ان انا طبعا الفيليه بيجي قطع كبيره، بغسلها وهي قطع كبيره زي ما هي، وبعد كده بنشفها برده وهي قطع سليمه، بعد كده بقطعها علشان اضمن كده ان ايه مفيش اي سوائل تبقى على قطع السمك خالص، ويبقى تنشيفها اسهل لنا. طبعا بصوا كده شايفين، هتلاحظوا كده ان التتبيله غرقت السمك، يعني قطعه السمك بصوا التتبيله عليها عامله ازاي، مسكت عليها خلاص كده، اضمن طعم مظبوط جدا وحلو قوي للسمك بتاعنا. تمام، يعني دي حاجه بسيطه جدا، احنا صفينا بس ونشفنا قطع السمك قبل ما ننزلها في التتبيله، بس تاثيرها كبير جدا. خلاص كده خلصنا. تمام، وتبلت السمك زي ما انتم شايفين بقى جاهز معانا. طيب ما تيجوا بينا بقى نحضر الستكس. عايز اقول لكم الوصفه دي ينفع نشويها على الفحم، ينفع نشويها على جريل على البوتاجاز، او ان احنا نحطها في فرن حامي جدا برضو هتتشوي فيه، فليكي مطلق الحريه تشويها ازاي. طبعا على الفحم بتبقى الطعم والريحه مش قادره اقول لكم جميله قد ايه. تعالوا كده بينا يلا نبدا نسيخ كده الشيش.
هاخد الطبق ده خليه جنبي. وعندنا الستكس، خاصة لما هكون هشوي على الفحم يفضل ان انا انقعهم في مية علشان الخشب كده يتشبع من المية لما يتعرض للحرارة ما يتحرقش مننا بسهولة. خلاص فتعالوا بينا يلا ناخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا فلفل، فين الفلفل الاخضر؟ فيش فلفل اخضر. عندنا كده بصل، اه يا ريت والله. وعندنا كده قطعة السمك، وقطعة السمك لما تحطيها حاولي تدككيها، يعني ما تحطهاش كده مثلا بالشكل ده بس اعمل كده، لا. ليه بقى؟ لان بصوا هتقعد تلف ازاي، يعني وانا بلف كده تلاقيها بصوا بترجع. شايفين؟ شايفين دي عامله ازاي؟ بجد باين الفرق ولا لا؟ هنا هتلاقوها ثابته بلفها فبتلف معايا عشان تستوي من جميع الجوانب، دي بلفها الستكس هو اللي بيلف ودي ثابته زي ما هي ما بتروحش الناحيه الثانيه، فعلشان كده لازم طبعا مقطع مكعبات زي ده كده. علشان كده لازم ان احنا ندكك قطعه السمك في الستكس علشان اقدر ان انا وانا بقلبها كده فعلا قطعه السمك تتلف معايا من كل الاتجاهات وبالتالي تستوي من كل الاتجاهات اهو بالشكل ده. حط بقى بصل وفلفل، لا الخضار المشوي ده بيبقى طعمه خطير. تمام بالشكل ده. واخر حاجه هحط بقى واحده شيري. بس كده طبعا محتاجه فلفل اخضر بس عشان الالوان ايه تبقى متناسقه كده اهو، ده السيخ اهو. بصوا وانا بقلب كده السمك شغال معايا وبيتقلب معايا عشان لما اقلبها على النار تبقى مظبوطه. زي ما بقول لكم دايما حاجات ومعلومات بسيطه جدا بس صدقوني بتفرق قوي قوي في الطعم وفي التسويه كمان. يلا غيرها، يبقى ناخد واحدة كده نحط بقى بصلاية. وادي فلفلاية، قطعة سمك وندككها عشان تبقى ثابتة. وبعدين تاني بصلاية. تقطيعة البصل بقى والفلفل خليها متناسقة زي تقطيعة السمك بالظبط، يبقى كله كده بنفس الحجم. تاني واخيرا واحدة شيري. مفيش احلى من كده صراحة، يعني وصفة سهلة وهيلة جدا. عندي عزومة وعايزة اعمل فيها حاجة كده، يعني ساعات لما بتكون عزومة سمك خاصة يعني الواحد بيبقى شايل هم الاطفال الصغيرين، طب هياكلوا ايه؟ احيانا مش عاجبهم السمك، مش بيعرفوا ينضفوه، بيقلقوا حتى الكبار جنبهم وهم بياكلوا علشان ينضفوا لهم سمك، فالشيش ده من الحاجات اللي هتخليهم ياكلوا السمك، هم مبسوطين واحنا كمان مبسوطين لانهم مش هيشغلونا معاهم والغدوه كده هتكون لذيذه جدا. وهياكلوا الخضار المشوي وهيعجبهم جدا جدا. جبتوا لي يا سلام، والله تسلم ايديكم يا جماعه، مش عارفه اشكركم ازاي. يلا ناخد بقى بصلايه ونحط بقى اخضر بقى، اخضر بقى لونه بقى. طبعا كل ما الالوان كترت في طبق السلطه او في طبقنا اللي بناكله بتبقى فوائدها اكتر. نحط بقى ايه؟ نحط شيري بقى زي الفل كده. بدأت الألوان ايه تظبط معانا. نعمل واحدة كمان ونسوي. يلا قبل ما نطلع الفاصل ناخد البصل، ناخد فلفل، وايدي السمكية وبصلاية، وهكذا بقى. ايه احنا ممكن نخلي الولاد جنبنا كمان ايه يبتدوا هم كمان يشتغلوا معانا ويساعدونا في الموضوع ده، بس نعلمهم بس ايه ان هم يحطوا السمك كويس عشان زي ما قلت لكم نظبطه كده على السيخ ما يلفش معانا. وادي اخر قطعه سمك، وادي واحده طماطم. طيب ما تيجوا نشوف التسويه على الجريلا تبقى عامله ازاي. حاطين جريلا على النار تسخن. دايما السمك بيحب النار العاليه، تمام؟ النار الهاديه بتخليه يتهري.
ونزل ميته ويتهري. فضروري جدا بنشوي سمك، بنقلي سمك في درجه حراره البوتاجاز تبقى عاليه. هحط كده معلقتين من الزيت ونوزعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. واستنى كده درجه حراره الجريل تسخن كويس جدا عشان لما احط السمك خلاص اضمن كده ان ايه الدنيا تمام. احنا شكلنا كده هنقلي طولي لان الستيكس كبيره على العرض، او ان انا اقصها شويه عشان تاخد التجزيعه بتاعتنا، وده افضل بالنسبه لي شكلا في التقديم. ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجة الطشة دي كده. يبقى الجريل سخنت والدنيا تمام، الالوان خطيرة. خلصنا خلاص تسييخ الشيش بتاع السمك. احنا دلوقتي هنسوي زي ما سوينا كده في الجريل، عايزين نسوي في صاج في الفرن او صينية في الفرن. تمام. فباخد كده شوية من الزيت، معلقتين ثلاثة كده من الزيت. تمام. ووزعهم وابتدي ارص بقى اسياخ الشيش علشان ادخلها الفرن على اعلى درجه حراره وعلى ارضيه الفرن. تمام. انا عايزاها على طول على طول تبتدي كده تتشوي وتاخد التسويه بتاعتها قوام قوام. انا هحاول كده. ايه عملتوها ازاي دي؟ في حاجه هنا غريبه. ما اعرفش اتعملت ازاي. لا هوريها لكم. ماشي. او يمكن حجم الستيكس كبيره شويه، غريبه ممكن. طيب كده انا رصيت خلاص بالشكل ده. هدي كده نقطتين زيت على الوش ويلا بينا بقى. فرننا شغال اعلى درجه حراره وهدخل على الارضيه علشان الشيش يستوي على طول. اول ما احس خلاص ان مفيش اي سوائل في الصينيه بتاعتي من تحت ببتدي ارفعها احطها تحت الشوايه. نروح بقى على الجريل كده علشان نشيل بقى ونقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تقدري طبعا طبعا تعملي فحمايه لو انت حابه كده، تعملي فحمايه للسمك كانه مشوي على الفحم، فليكي مطلق الحريه. بصوا الجمال بقى، مش قادره اقول لكم ريحه تحفه قد ايه. كده نقدر نشيل الجريل من على النار، هيطلع من الفرن بعد الشوي. مش ممكن، الريحه خطيره. عايزه اقول لكم كمان اللي مخلي الريحه حلوه قوي، احنا مش مطلعين على فرشه بقدونس بس، لا ده بقدونس وكزبره خضراء، فمديه ريحه تحفه جدا، هايل جدا. لو انتوا واخدين بالكم وسامعين الصوت هتلاقوا ان السوائل اللي نزلت من السمك بتتبخر وفي صوت طشطشه كده. فانا مجرد ما احس ان خلاص الميه دي نشفت تماما برفع السمك تحت الشوايه عشان ياخد لون من فوق، وخلاص على كده مش محتاجين اي حاجه تاني. السمك ما بيحتاجش وقت في التسويه، خاصه ان هو فيليه ومتقطع قطع صغيره. التسويه بتاعته خطيره. بصوا الجمال تحفه ما شاء الله، اللهم بارك. وريحته مش قادره اقول لكم هي حلوه قد ايه. كده خلاص شوينا السمك في الفرن، شويناه على الجريل.